بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مع كامل التسليم. السيد رئيس المؤتمر الدكتور المهدي الأمين، السيد مدير عام المنظمة السيد فايز علي المطيري، السادة والسيدات رؤساء الوفود، الضيوف الأعزاء بمقاماتكم المختلفة والسامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السيد الرئيس، يطيب لي في البدء أن أتقدم لكم نيابة عن وفد السودان بالتهنئة لاختياركم لرئاسة الدورة رقم 45 لمؤتمر العمل العربي التي أنتم أهل لها كفاءة وخبرة وإدراكا لمتطلباتها. كما أرجو أن تسمح لي سيادة الرئيس بأن أتقدم عبركم بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل القائمين على أمر هذه المنظمة وعلى رأسهم الأخ الكريم الأمين العام للجهد الواضح والمتميز الذي ظهر جليا في وثائق هذه الدورة. ويمتد شكرنا وتقديرنا لكل معاونيهم ولحكومة وشعب مصر جمهورية مصر العربية، والتهنئة بفوز المشير عبد الفتاح السيسي بدورة رئاسية جديدة. السيد الرئيس، تعليقا منا على محاور تقرير هذه الدورة، فإننا نرى أنها قد تم اختيارها بعناية وخبرة فنية ورؤية حقيقية للواقع الحالي، خصوصا في ظل التحديات الماثرة أمامنا. لذلك نأمل أن يجد التقرير تحت عنوان ديناميكية أسواق العمل العربية، التحولات ومسار التقدم، الاهتمام وتبادل الأفكار بين أطراف الإنتاج الثلاثة. سيد الرئيس، الحضور الكريم، تشكل ديناميكية أسواق العمل تحديا لكل الدول العربية في ظل القوة المزدوجة للعولمة والتقدم التكنولوجي، والتي ترتب عليها ظهور أنماط جديدة للتشغيل، وذلك باختفاء بعض المهن نتيجة لإحلال الآلات محل العمالة، والتي لها الأثر الأكبر على اقتصاديات الدول والتي اعتمدت التكنولوجيا في نشاطها الاقتصادي. ففي السودان ما زال النشاط الاقتصادي الزراعي هو أكبر مخدم، إذ يستوعب حوالي 45% من قوة العمل، ويمتلك السودان إحدى المقومات الاقتصادية للدعم الأمن الغذائي العربي عبر الأراضي الشاسعة التي تتخللها الأنهر والوديان. ومن جهة أخرى، فإن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر الآن من القطاعات الرائدة في توليد فرص العمل، ولكن ما زالت معدلات البطالة مرتفعة خاصة وسط الشباب مع زيادة الهجرة الخارجية، وكما أن هنالك تقلب في النمو الاقتصادي مما فاقم من تلك الظواهر الأوضاع الداخلية التي مر بها السودان والعقوبات الأحادية التي كانت مفروضة عليه. ويبقى التحدي أمام الدول العربية هو وضع أو إصلاح سياسات سوق العمل التي تهدف إلى تقليل الآثار السالبة لتلك الظواهر وترسيخ الآثار الإيجابية لزيادة الطلب. وفي هذا الأطار قام السوداني بوضع السياسة الوطنية للتشغيل للحد من الظواهر المؤدية لعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والتي من أهم أهدافها دعم مبادرة القطاع الخاص لبرامج التشغيل لاستيعاب الداخلين الجدد لسوق العمل، وتحسين نوعية التعليم لتوافق احتياجات القطاعات الإنتاجية. وجاء هذا من خلال اعتماد الاستراتيجية العربية للتدريب المهني والتقني 2010، ولتعزيز العمل اللائق تم تدشين البرنامج القطري للعمل اللائق بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة في الاقتصاد غير المنظم، فضلاً عن إعداد السياق الوطني للسلامة والصحة المهنية 2017.
سيد الرئيس، إما فيما يختص بالعائد الديموغرافي، فإن السودان يتميز بنسبة عالية من الشباب مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، 28.3% من إجمالي السكان، وتواتر تدفقاته إلى سوق العمل بواقع 300,000 شاب سنوياً كداخلين جدد لسوق العمل. وتم التدخل بإعداد برامج لتشغيل الشباب، ولكن لم تكن بالقدر الكافي الذي يمكن من استغلال هذه الثروة الديموغرافية الهائلة. ويتمثل التحدي في الاستفادة منها بتحويلها لطاقة منتجة لتصبح المحرك الأساسي للنمو. سيد الرئيس، بخصوص أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث يشكل الهدف الثامن تعزيز النمو الاقتصادي الشامل المضطرد للجميع وتحقيق الاستخدام المنتج والكامل والعمل اللائق للنساء والرجال بما فيهم الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا يمثل تحدياً لتشغيل الشباب في المستقبل. ولعل زيادة قوة العمل تمثل صعوبة لنا في السودان لتحقيق إنجاز ملموس في خفض معدلات البطالة، وكما أن هنالك فجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات أنظمة التعليم وعدم قدرة القطاع العام على استيعاب كل الداخلين الجدد لسوق العمل، في حين أن القطاع الخاص رغم مجاهداته يواجه بعض التحديات للقيام بالدور المرجو منه في هذا الصدد. وفي هذا الأطار، فقد اعتمد السودان رؤية واضحة لأجندة 2030، حيث تم تكوين الآلية الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء القومي. السيد الرئيس، الإخوة رؤساء معالي الوزراء، نحن ندعم الجهود المبذولة لإيجاد إطار مؤسسي وتنظيمي لأسواق العمل العربية، وتبني سياسات واستراتيجيات محفزة للإنتاج والاستثمار فيما بينها، وتطوير سياسات التعليم والتدريب وتسهيل الوصول لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أما فيما يختص بوضع العمالة في الأراضي العربية المحتلة، نؤكد على حق العمال العرب في العمل تحت ظروف وبيئة عمل لائقة وفقاً للمعايير ذات الصلة التي تضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان. ونحن مع شعب فلسطين في كل قضاياه، ومن هنا أكرر، نحن معكم، نحن معكم. سيد الرئيس، ختاماً أتمنى أن تكلل مساعي كل المشاركين في هذا المؤتمر الهام بالنجاح والتوفيق، حتى ندفع بعجلة التنمية تحقيقا للأمن والاستقرار في العالم العربي. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.